طيب سيد طاهر، حزب الله يرد على تصريحات بنيامين نتنياهو ويقول بأن هذه ادعاءات باطلة، تلك الادعاءات التي تشير إلى نجاح الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لهجمات حزب الله الأخيرة، ويقولون بأن الهجوم كان ناجحا بامتياز، ويشيرون إلى ما أوضحته صحيفة التلغراف البريطانية بأن الاحتلال الإسرائيلي أعطى تعليمات بحظر نشر أي خبر يتحدث عن أضرار ناتجة عن الهجمات التي شنت من قبل حزب الله داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. بماذا تعلق؟ هذا حقيقة من الـ يعني الـ احنا علينا ان نقبل الواقع. هناك عدة قنوات عربية مهمة، يعني قناة الجزيرة، قناة الحدث، وقنوات أخرى تصول وتجول في كل أرض فلسطين المحتلة أو إسرائيل. فأتصور الأحداث الصغيرة والكبيرة تنقلها هذه القنوات، وعلى رأسهم قناة الجزيرة. فإذا كانت ما يتحدث عنه الناقد حول تصريحات إسرائيل، لا القنوات الأخرى العربية اللي موجودة على الأرض لا بثت عكس هذا. ولكن هو الواقع أن مع الأسف أعود وأكرر مقولة الباحث والباحث الاستراتيجي حقيقة الإيراني، الذي قال أنه لا إيران ولا غيرها لم ترد ردا مطلوبا، الذي من الممكن إذا ردت إسرائيل وحلفائها ستبقى بإيران، حتى الأعمدة الخشبية اللي موجودة اللي هي مالت القرن الماضي ستمحى في عموم جغرافية ما تسمى إيران. فبالواقع الحديث عن أضرار كبيرة ومدمرة وهالكة أتصور هي دعاية لميليشيات إيران ولمن يقود إيران. وإذا كان صحيحا الآن أصبحنا الصواريخ والطائرات الأمريكية والغربية الآن تخصف في طهران والمنشآت الاستراتيجية، إن كانت عسكرية أو كانت نووية وغيرها. فأتصور الأمور مبالغ بها، الحدث حقيقة لا يهم تلك كل هذه الضجة. علينا أن نتابع بدقة، وخاصة يعني أبناء أمتنا العربية وأبناء العالم كله. الآن عندما نتابع كل تصريحات القيادة الإيرانية التي تقود هذه الميليشيات، أصلا تخلت عن قضية الرد ووكلتها إيران للميليشيات ولما يسمون أنفسهم مقاومة حقيقة. وهذا ما يدل دلالة واضحة أنه فلسطين وغزة أبيعت من جديد من أجل مصالح إيران ومن أجل مصلحة النظام الإيراني الذي حقيقة نحن نشاهده.